حياكم الله متابعين يورو جول عبر الشبيبة وتغطية لأهم أحداث المباريات المختلفة في بطولة أمم أوروبا، ولكن هذه الأحداث تحصل هنا في الشبيبة من خلال استوديو يورو جول ألتيميكس نفط عمان. ما زلنا مع مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات هولندا، النمسا، مقدونيا وأيضا المنتخب الأوكراني. في مباراته الأولى اليوم يلعب المنتخب المقدوني أمام المنتخب الهولندي. نتعرف على الشباب اللي موجودين معنا في منتخب مقدونيا. عبد الله البلوجي، حياك الله. عبد الله محمد صباحي، حياك الله محمد. شباب من هولندا، نرحب فيكم مرة ثانية في مباراتكم الأولى مع المنتخب المقدوني. راح نشوف هذا الحماس والنتيجة إن شاء الله من خلال تحدي الأسئلة. النتيجة مضمونة؟ مضمونة. مضمونة النتيجة. مستحيل. أعلن التحدي. راح نشوف هذا التحدي من خلال مرحلتين مثل ما عودناكم. نعيد ونكرر نفس الشروط بالنسبة للمنتخب المقدوني. المرحلة الأولى أسئلة لكل فريق 5 أسئلة، صح أم خطأ، وبعدها نروح إلى مرحلة تحدي الفيفا بلاي ستيشن بين الفريقين وأيضا في إطار المجموعة الثالثة. جاهزين للمرحلة الأولى؟ نبدأ مرحلة الأسئلة بين المنتخب الهولندي ومنتخب مقدونيا. السؤال الأول لمنتخب هولندا يقول: هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ سبق وأن سألناكم ولكن بطريقة مغايرة عن المدربين الأكثر تتويجا ببطولات أمم أوروبا، وكانوا المدربين من ذوي الجنسية الألمانية. الألمانية نعم، ولكن هل كانوا الأكثر تتويجا بلقب أمم أوروبا على مدار تاريخها؟ الإجابة بعد 30 ثانية. 5 ثواني نسمع الإجابة من المنتخب الهولندي. إجابة خاطئة. المعلومة خاطئة فعلا. طيب السؤال الأول للمنتخب المقدوني في مسابقة يورو جول. مستعدين شباب؟ طيب السؤال يقول: 4 مدربين ألمان فازوا ببطولة أمم أوروبا، 3 منهم مع منتخب ألمانيا. هذه المعلومة عرفناها قبل شوي من عند الشباب إذا كنتم مركزين معاهم. وفي مدرب وحيد اللي هو اللي تم تتويجه مع منتخب آخر هو منتخب اليونان عام 2004. 4 مدربين ألمان فازوا ببطولة أمم أوروبا، 3 منهم مع منتخب ألمانيا. المدرب الألماني الأخير كان مع منتخب اليونان في عام 2004. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ 30 ثانية. تشاور حاضر بين الفريقين، بين الأعضاء الفريق عفوا. منتخب مقدونيا إجابتكم صح. إجابتكم المعلومة صح. المعلومة صحيحة وإجابتكم صحيحة فعلا. 4 مدربين ألمان فازوا بلقب البطولة، 1 منهم كان ضبطت معاكم حظ اليونان عام 2004. يمشون بالحظ؟ مستحيل. هدية شوية. طيب خلنا نشوف حظ مع أيضا ثقافة معلوماتية رياضية للسؤال الثاني للمنتخب الهولندي. السؤال الثاني يقول: أكبر أو أكثر المدربين مشاركة في كأس أمم أوروبا مع المنتخب أو مع نفس المنتخب. مرة ثانية، أكثر المدربين مشاركة في كأس أمم أوروبا مع نفس المنتخب هو المدرب السويدي لارس لاغربك. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ نسمعها بعد 30 ثانية بتوقيت نستل. المعلومة خاطئة. الألماني يواخيم لوف. بالمناسبة قاوبه غلط الحين. ها قاوبه غلط. نعم قاوبه غلط. حاول. بالمناسبة هذه المجموعة الثالثة هي المجموعة اللي أكثر مجموعة شهدت نتائج التعادل بأكثر من مبارتين، وما زال التعادل حاضر في هذه المباراة لحد الآن في المرحلة الأولى، مرحلة الأسئلة. طيب السؤال يقول: يعتبر الألماني واخيم لوف أكثر المدربين مشاركة في كأس أمم أوروبا مع نفس المنتخب برصيد 15 هدف مع منتخب ألمانيا خلال الفترة من 2008 إلى 2016. راح أعيد السؤال على السريع: يعتبر الألماني واخيم لوف أكثر المدربين مشاركة في كأس أمم أوروبا مع نفس المنتخب برصيد 15 هدف فقط، كان مع منتخب ألمانيا بطبيعة الحال من 2008 إلى حد 2016. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ المعلومة خاطئة. نعم مش 15 مباراة وإنما 17 مباراة. ما نلعب يواخيم لوف الألماني المنتخب. ما نلعب بالألماني يعتبر معاكم حفطرة مكيسين. ما نلعب بالحظ.
كنا بالمضمون. عندهم 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 مخزون رياضي ثقافي جدا كبير. انا اقول لك خذها مني بالحظ. طيب راح نشوف الحظ هل راح يكون حاضر ايضا مع المنتخب الهولندي في هذه المباراه. عبد العزيز، سؤالي قبل لا اسال السؤال، من المدرب الذي توج بكاس العالم مع المنتخب الفرنسي في روسيا 2018؟ ديدي ديشام. سؤالنا عن ديدي ديشام، السؤال يقول: يعتبر الفرنسي ديدي ديشام اكثر من شارك في البطوله بصفته لاعبا ومدربا بعدما شارك في 25 لقاء، تحدث عن بطولة أمم أوروبا في يورو جول فقط أمم أوروبا، لا علاقة لنا بكأس العالم، الفرنسي ديدي ديشام أكثر من شارك في البطولة بصفته لاعب ومدرب بعدما شارك في 25 لقاء. يبدو أن المنتخب المقدوني عند المعلومة سهلة جدا. طيب معلومة صحيحة. المعلومة خاطئة. المعلومة خاطئة. السؤال الثالث للمنتخب المقدوني يقول: يعتبر الألماني واخيم لوف أكثر المدربين فوزا بواقع 11 انتصار مع المنتخب الألماني. المدرب الألماني واخيم لوف أكثر المدربين فوزا بواقع 11 انتصار مع منتخب ألمانيا، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ 30 ثانية بتوقيت مستر. المعلومة هذه خاطئة. المعلومة صحيحة، الألماني واخيم لوف أكثر المدربين وقع 11 انتصار مع المنتخب الألماني، ما حد كثر واخيم لوف. طيب السؤال الرابع للمنتخب الهولندي يقول: المدرب الألماني يوب ديرفل، نركز شوي بس سؤال شباب، استطاع الفوز باللقب مرتين كلاعب ومدرب، المعلومة هذه صحيحة أم خاطئة؟ 15 ثانية بتوقيت مستل. الإجابة تقول عن هذا السؤال يا المنتخب الهولندي، ننتظر الإجابة. التوقيت خلص، التوقيت. الإجابة معلومة خاطئة. المعلومة خاطئة فعلا، المدرب السلوفيني. هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ هو أصغر المدربين مشاركة. 15 ثانية، 10 ثواني وينتهي التوقيت. المعلومة خاطئة، نسمع الإجابة. المعلومة خاطئة أم صحيحة؟ صحيحة. المعلومة صحيحة فعلا. طيب السؤال الأخير للمنتخب الهولندي يقول: أكبر المدربين مشاركة في البطولة هو الإيطالي جوفاني ترباتوني وكان مع منتخب جمهورية إيرلندا، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ جاوب. المعلومة صحيحة. المعلومة صحيحة، وإجابتكم صحيحة فعلا. 3-3 تعادل حاضر بين المنتخب الهولندي والمنتخب المقدوني، فرصة لكم أنكم تتقدموا في هذه المرحلة قبل تحدي البلاي ستيشن. السؤال الأخير للمنتخب المقدوني يقول: في نهائي 72 بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي اللي ما موجودين الحين، انتهى بفوز ألمانيا الغربية بنتيجة 3-0. إجابة نسمعها من المنتخب. المنتخب المقدوني، المعلومة هذه المعلومة صحيحة، كانت بنتيجة 3-0. تنتهي المرحلة الأولى بتعادل المنتخب الهولندي مع المنتخب المقدوني، وبعدها راح نشوف تحدي الفيفا بين المنتخب المقدوني ومنتخب هولندا ضمن إطار المجموعة الثالثة في يورو جول. المباراة الجولة تأتي كالعادة مع جولة الأسئلة
مخدومة هنا انتهى بالتعادل في مرحلة الأسئلة. خلينا نشوف ايش اللي راح يصير في مصحف بين ألمانيا وهولندا في يورو جول. خلينا نأكد هنا يكون راح يصير ايضا تحدي اخر موجود معنا في يورو جول عبر الشبكة. هذا للمنتخب الهولندي. شوف الأجواء، انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. كل فريق يستغل تسجيل هدف على الأقل ليضمن التعادل في مجموع المرحلتين وليس الهزيمة. لن يحققوا شيئا منها. كرة تصل بتعدي بخط خلفي. ضربة المقدوني ومنتخب هولندا المنتخب الطواحين هو المتفوق حاليا وصل الى في هذه المباراة وهذه الطواحين بشكل خطورة بيلعبها في الخلف خلص تنطلق الى فرق نهايه المباراه مشاهدينا وعلينا تنفوز اصحاب الارض اليوم اداء جيد اليوم وعرف الفجر ترغب بالتفرد والتميز؟ المدينة للمنتجات الأسمنتية تحقق لك ذلك مع باقة منوعة من تشكيلات وألوان مختلفة من الأنترلوك. بيت أحلامك يستحق الأفضل.